السكري عند الأطفال هو مرض عضال. هيدا هلأ صار مرض العصر. نحن ما كنا نشوف سكري هالقد، هلأ صرنا عم نشوف كتير سكري. إجمالاً عند الولاد السكري هو بيسموه diabetes type 1، اللي هو السكري من الطبيعة رقم واحد بيسموه. السكري يلي رقم 2 يلي هي diabetes type 2 كنا نشوفها أكتر عند الكبار، بس هلأ صرنا كمان عم نشوفها عند الولاد، وهيدي متعلقة شوي بطريقة الحياة الجديدة اللي نحن فيها، بالأكل اللي عم ناكله وبالنصاحة عند الولاد. الديابيتس تايب 1 اللي هو السكري واحد هو لما بيبطل البنكرياس يلي هو بيفرز مادة الأنسولين مشان يخفض معدلات السكر بالدم. الأنسولين لما بيبطل ينوجد بيصير معدل السكر كتير عالي، وبيصير هون بسبب الأولاد السكري. والسكري ببلش إجمالا لما الأهل يبلشوا يحسوا على أولادهم أنه هنا عم يشربوا كتير، عم يفوتوا على التواليت كتير، لما ريحة تمهم تصير بشعة. وأكترية الولاد السكر اللي منكتشفهم هن لما بيجوا على الطوارئ بيكونوا عاملين إسهال مرة أو استفراغ مرة أو مرتين، بس بيجوا كتير تعبانين أكتر من ما هي كيف مبين الإسهال والاستفراغ عندهم، يعني هو مش مفروض يسبب هالقد التعب. بيجوا بشيء اسمه ديابيتيك كيتو أسيدوسيس. ديابيتيك كيتو أسيدوسيس هي لما معدل الأسيد يعلى كتير بالدم، ولما عنا شيء اسمه كيتونز بيكونوا عاليين بالدم، لأنه بيصيروا الخلايا اللي عنا عم بيفرزوا هيدي المادة كرمال يضلوا يعطوا انرجي للجسم. هيدا المرض تايب 1 ديابيتس هو مرض العائلة كلها سوا، مش مرض الولد وحده، لأنه هيدا عم بيخلي كل العائلة تكون مسؤولة مع الولد. العلاج تبعه هو مش حبوب بالتم، العلاج تبعه هو إبر أنسولين، وإبر الأنسولين بدون نعطوه قبل الأكل، وفي كذا نوع منهم، في الأشياء اللي بتشتغل بسرعة، في الأشياء اللي بدها 24 ساعة لحتى تشتغل، وهدول الإبر اللي بنعطوه تحت الجلد. مشان هيك دايما مع حكيم الأطفال لازم يكون في حكيم غدد وحكيم سكري عم بيراقب هيدا الولد، لأنه ممكن أوقات الأنسولين يتاخد يعمل هبوط بالسكر، وأوقات إذا بيكون الولد مريض الأنسولين ما بيعود يأثر فيه الدوز العادي، بيكون بدهم جرعة أعلى. وكمان ما بدنا ننسى أنه الولاد الكبار اللي هن بعمر المراهقة كتير أوقات هن بيوقفوا الأنسولين من عندهم لأنه بيزهقوا. بقى كتير مهم نحن متابعة مع الأهل ومع المدرسة، وإذا فينا يكون كمان عنا بسيكولوج كمان عم بتتابع معنا مشان نتأكد أنه هيدا المراهق ما عم بيوقف إبر الأنسولين. إذا بتحسوا أنه حدا من أولادكم أو حدا بتعرفوه عم بيشرب كتير مي أكثر من العادة، عم بيفوت على التواليت كتير، عم بتحسوا ريحة نفسه منا مزبوطة، بليز دايما فكروا بالسكري. السكري ممكن يجي عند حي الله واحد منا، منه شي غريب عنا، وإذا منكتشفه على بكير وإذا منعالجه على بكير ما بيوصل الولد لمرحلة أنه يفوت بغيبوبة أو يفوت على المستشفى لمدة طويلة.